ثمة أيام يستيقظ فيها المرء بعبقرية شابة وقوية، ولم يتخلص جفناه من النوم الذي يملأهما، ويهب له العالم الخارجي نفسه بوضوح شديد وملامح صافية وثراء ألوان رائع، ويفتح له العالم الروحي آفاقه الرحبة المليئة بالحقائق الجديدة. حينها فقط يشعر الموهوب هذا النعيم كله النادر والعابر للأسف. إنه أكثر دقة وأكثر قدرة على الإبداع في الوقت نفسه، ولقول ذلك في كلمة واحدة أكثر نبلا. لكن ما يميز هذه الحالة الاستثنائية التي يكون عليها الفكر والحواس، والتي يمكن أن أسميها دون مبالغة حالة سماوية، إذ ما قارنتها بالظلام الكثيف المخيم على حياتنا اليومية المشتركة، إنها لا تنشأ عن أي سبب واضح أو قابل للتحديد بسهولة. هل هي نتيجة حمية صحية وحكيمة؟ هذا هو التفسير الأول الذي يقدمه العقل، لكننا مجبرون في الوقت نفسه على الاعتراف بأن هذه الحالة العجيبة والأشبه بالمعجزة غالبا ما تحدث كما لو كانت ناتجة عن قوة خارقة غير مرئية وخارجة عن نطاق الإنسان. بعد فترة يكون هذا الأخير قد استنزف قواه الجسدية كلها، فهل يمكننا القول أنها نتيجة الصلوات الدؤوبة والكدح الروحي المستمر؟ الله وحده أعلم.